Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa lidahi wa lima subul arwahi madhkurin fi hadzal majlis. Khususan Ahab Jafar Al-Bazanji, Ahab Muhammad Al-Busiri, Ahab bin Rahmat Dibagi, Al-Habib Ma'ani Al-Habishi, wa Suri wa Furuhim, wa Amwatina wa Amwatikum, wa Al-Arwah, Ibn Sayyidina Muhammadin, Sallallahu Alaihi Wasallam, Shaykhul Lillahi, Laumul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأسدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصلي وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه سرني نعطى ظاهر بشهر ربيع الأول قبيل الفجر تنقل بين رولاس إثنين تناني إلي نقاوي حرمة نبيني نبي محمد كسان رسول لهوري بنكات ستطبي ننجل نبي بوم كسان أخير زمان تاتي كستيني نبي صاحب معجزة
pandane kanggo ngurmati ing junjungane mesti diganti karo pangeran tikel mati kel jaga samaran lan delo jauh lan ati teguh ngiculi bondo sarono saku salat lan salam katur utusan Nabi Muhammad bulaning zaman Ya Rasulullah Ya Rabbi salli ala Rasul li Muhammadin Indonesia.
الكال والاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده عظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلي وقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة الترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان، وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى، جل من شرف الوجود بنوره ومرى الكون بهجة وجمالا. قد تراك في الحسن أعلى مقام وتنا في مجدي وتعالى، لاحظت العيون في ما اجتلته بشر كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعته في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. في المدينة يا حباب إذا نظروا إذا نظروا إلي
تولت همومي وجل الكدر. يا سيدي يا ملاذي يا
يافي يا ملاذي، فأنت نور الهدى وأنت سر الندى، هما قلبي إليك يا حبيبي انظر إلينا. فأنت نور الهدى وأنت سر الندى، هما قلبي إليك يا حبيبي انظر إلينا. يا مصطفى رجوعك جد لنا، يا سيدي خذ بأيدينا، يا سيدي خذ بأيدينا. أنت الحبيب المصطفى، أنت حبيب المجتبى، أنت حبيب محمد، أنت الحبيب شفيعاً يا شفيعي انظر إلينا، إلينا انظر إلينا يا حبيبي. كل شفيعاً لي شفيعاً، كل شفيعاً يا شفيعي انظر شفيعاً، كل شفيعاً يا شفيعي انظر إلينا، إلينا انظر إلينا يا حبيب. أنت الحبيب المصطفى، أنت حبيب المجتبى، وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومود علي كسبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة، معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل
الأرض والسماوات متضمخة بعدل الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وطي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض هنا ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت سكنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهضر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضر اسم توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى Oh.
تفرد الله يا نبي يا الله ببركة
زياره قاصدينا نرتجي منك الشفاعه عند رب العالمين. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا يا نور عيني. مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافئا وطرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة. تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم. قالت ثم ألبسته وعدجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشريرة أي يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشريرة أي يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعدم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي للصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بالرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر تيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سهاب عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا نور النبي يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي. يا نور النبي يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي. إن وصلت هناك وبلغت مناك ووضعت يداك على الشفاك. إن وصلت هناك وبلغت مناك ووضعت يداك على الشفاك بلغ سلامي إلى النبي بلغ سلامي إلى النبي. يا نور النبي يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي. يا نور النبي يا نور النبي هذه الجلسة حضرها النبي. إن وصلت هنا وبلغت هنا ووضعت يداك على الشفاك. إن وصلت هنا وبلغت هنا ووضعت يداك على الشفاك بلغ سلامي إلى النبي بلغ سلامي إلى النبي.
jannah, jangan marah bagimu syurga. La taqdhab wa lakal jannah, jangan marah bagimu syurga. Sopo pengen tadi manfaat ilmu ni, muridku tu mulia ake ing guru ni, serta mulia ake ing pelajarane. Alat tulis kitab lan uka buku ni, la taqdhab wa lakal
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر فكر من ذي الأوصاف المحمدية وجودا توجد إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يسعي في مشهورا فعلي فيه محمودا، ويكتب عملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال، فادعو الله فراه على باب إزاده، ذهب الرهال ودهشها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين، عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وسلم على الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راي دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. قاسم إمدادك في عبادك وساقي إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم، أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وعصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتقبل منا ما تحركنا في من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ضراك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، لعهدك من الحافظين. اللهم إننا طمعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تغيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظاهره، وأم بركته وشريفته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راج القوي في جميع أطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأنها معمورة معنى وصورة، وشف اللهم كربة المكروبين، وقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وبسد العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وإذ بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الإنس الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الإنس الحصين من جميع البلايا، وجعلنا يا ربي في الإنس الحصين من جميع البلايا، زمكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واخدم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نهديها إلى آخرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأرواح المذكورين وإلى الوالد المختون، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. لا إله
المقربين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين كنج النبي تلاهرنا رالس مولود Chani witotari serta para ratuni surga Nabi Adam Bapa'i jasad Nabi Muhammad Bapa'i jagad Kabeh alam dicipta no Sangking nuri Nabi Muhammad La ilaha illa Allah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Nabi rahmatan lil alamin penolong kabeh muslimin rina wengi nangis wae mikirna kabeh Ummati la ilaha illa Allah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad Shafi'il Anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala دوام لا إله إلا الله الملك الحق المبين
ورحمة الله وبركاته.